مرحب بيكم، اهلا وسهلا بيكم كل المشاهدين. الحقيقه احنا اكتر دوله مشهوره بان احنا بنقضي على كل المقدرات اللي وهبها لنا المولى سبحانه وتعالى. عندنا نهر عظيم جدا وهو احد انهار الجنه، نهر النيل. احنا بايدينا بنجرم في حق هذا النهر، احنا بايدينا بنعمل حقيقه جريمه هي ابشع ويعني وافظع من جريمه القتل. احنا بنقتل مصاير ولادنا واحفادنا والاجيال القادمه. احنا بنطمس الهويه بتاعتنا وهي هويه حضاره نهر النيل لما بنيجي نتعدى على هذا النهر، ولما بنيجي نسيء اليه بالقاء النفايات والقاذورات والقمامه وما الى ذلك. الى متى سيكون هذا النهر مظلوم معانا كل هذا الظلم؟ من سيرفع الظلم حقيقه وفعليا عن هذا النهر الكبير والمفيد لنا جميعا؟ الحقيقة ان احنا كمان مدركين مدى فايدة نهر النيل، لان احنا عندنا يعني فجوة مائية او نكاد نكون ان احنا مش في فقر، احنا في شح مائي. فلماذا كل هذا الاسراف في التعامل؟ ولماذا كل هذا الاستهانة بهذا النهر العظيم؟ اسئلة سألناها لنفسنا واحنا المجرمين بحق هذا النهر الحقيقة، ولكن الى الان لا تزال هناك تعديات. ولكن هناك وقفة كبيرة جدا يعني بنشوفها من خلال هذه الحملات الممنهجة واللي ماشية بسياسة دقيقة ودؤوبة على أنها بالفعل تحمي هذا المجرى العظيم، مجرى نهر النيل، من تعادياتنا إحنا أبناء هذا الوطن. مع الأسف اسمحوا لي أرحب بضيفنا الكبير المهندس عبد السلام جابر، رئيس الإدارة المركزية للنيل القاهرة الكبرى. برحب بحضرتك مهندس. فندم حضرتك مشرفنا ومنورنا جدا. أهلا بك وكل المشاهدين. الله يخليك يا فندم. عنوان الحلقة بتاعتنا هو الانتهاء من فوضى التعدي على نهر النيل، ولكن هو عنوان يكاد يكون هو براق قوي ومشبع بالكثير من الأمال. هو احنا لسه ما انتهيناش من التعدي، ولكن احنا خطينا خطوات ملموسة وكبيرة جدا وواضحة جدا، خصوصا ان نسبة التعدي باشمهندس كانت بعد 2011 وبعد احداث الثورة كانت بزيادة جدا جدا. لو جينا نعمل مقارنة، احنا دلوقتي اهو 2019 وهذه الفوضى الكبيرة لمنهج التعدي اللي كان سائد، احنا هنقدر نقول ايه ما بين هذه الفترة والفترة بتاعتنا دلوقتي باشمهندس؟ اولا شكرا جزيلا على المقدمه اللي حضرتك قدمتيها على هذا النهر الخالد العظيم يعني. وانا قبل بس ما نبدا في التعدي عاوز ننوه لحاجه، يعني المفروض يعني احنا حاليا دلوقتي هذا النهر العظيم بيمد مصر باكثر من 95% من المياه السطحيه، وفي ظل الزياده السكانيه المطرده الرهيبه التي تعدت ال 100 مليون اصبحنا زي حضرتك ما اوضحت واشرت كده ان احنا اصبحنا دلوقتي تحت خط الفقر المائي. لو بصيت الحصه بتاعتنا 55.5 مليار متر مكعب في السنه، لو قسمناها على 100 مليون دول هيطلعوا 555 متر مكعب للفرد في العام، وهو ده اقل من خط الفقر المائي المقدر ب 1000 متر مكعب للفرد في السنه. فيجب ان احنا نتعامل مع هذه السياسه وتتغير سياستنا من سياسه الوفره المائيه لسياسه الندره المائيه. وبالفعل الدوله خدت خطوات جاده ومجتهده وكثيره في حته ان احنا نعظم كل الفواقد ونستخدم كل قطره من قطرات هذا النهر. نعم. احنا طبعا اكيد فيه من سبقوني في الحديث عن هذا النهر وفوائده العظيمه واستخدامات المياه اللي هي يعني احنا بنستخدمها في شتى المجالات، لها استخدامات زي ما حضرتك عارفه في مياه الشرب، في الزراعه، في الكهرباء، في انتاج الاسماك، في النقل المائي، في التجاره، استخدامات كثيره جدا. ده مش موضوع الحلقه الحديث عنها، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي انا حبيت ننوه عن كده عشان نوضح ان هذا النهر يجب وان الاوان دلوقتي ان احنا نحافظ عليه. ده قدسه الاباء والاجداد واحنا اهملنا في حقه، اهملنا في حق هذا النهر. احنا يعني منذ تدشين الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، ويعني وفي الحتة دي بقى لازم نشيد ونسمن القيادة السياسية التي أخذت هذا الدور وطبقنا الحملة القومية لإنقاذ النيل في 5/1/2015. وقت تدشين هذه الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل رصدنا حجم التعديات الموجودة على نيل مصر. كان 50,399 حالة تعدي،
50,000 حالة تعدي. نعم. إحنا دلوقتي عدى على هذا التاريخ ما يقرب من 4 سنوات ونص. أزلنا خلالها دلوقتي 48,000 حالة تعدي. إحنا زلنا دلوقتي بالحملة القومية ديت 48,000 حالة تعدي. تخيل حضرتك بقى لو هذه الحملة القومية لم تكن موجودة ولم تتبناها القيادة السياسية، كان هيصبح حجم التعديات على النيل دلوقتي كام؟ احنا بنقوله كان فيه 50,000 مرصودة نتيجة أحداث الثورة ونتيجة السنوات التي كان فيها إهمال في حق هذا النهر، كنا هنوصل ل 100,000 حالة تعدي. 100,000 حالة تعدي على هذا النهر معناها أن هذا النيل عبارة عن غابة أسمنتية، يعني مش هتشوف النيل، النيل هيختفي من قدام. ولكن هذه الحملة القومية تقدر الإشارة بها أن احنا دلوقتي أزلنا 48,000 حالة تعدي ديت، وعندنا أمل كبير ولن نقصر في تحقيقه أن نصل إلى نيل خالي من التعديات إن شاء الله، يعني إن شاء بإذن الله. بإذن الله. طب دي أرقام مبشرة جدا باشمهندس الحقيقة، وحاجة هايلة. يعني إحنا دلوقتي أوشكنا إن إحنا نرجع تاني، يعني إحنا قدامنا يعني يمكن نقول مثلا 1500 تقريبا أو حاجة بسيطة إن إحنا نرجع تاني لنهر النيل كما اعتدناه يعني، ولكن هناك حالات تعديات قديمة يمكن قبل هذا التاريخ، فبالتالي ده هيكون برضو فحوى سؤالي لحضرتك. في تعديات من قبل مثلا هنقول أبراج كبيرة جدا مثلا بقالها سنين وسنين وسنين، هيكون التصرف حيال هذا الأمر إزاي؟ أنا عارف أن حضرتك بتشير لإيه بالأبراج دي؟ أبراج بنها مثلا. تمام. لا إحنا حاليا دلوقتي ما فيش حالات مماثلة لهذه الأبراج. ليه بقى؟ لأن إحنا ساعة ما بدأنا الحملة خلاص فيه وقت للمخالفة في مهدها، احنا خلاص عازمين دلوقتي ان احنا الدولة لا تراجع لا استسلام. في قانون دلوقتي وبيطبق احنا دلوقتي حاليا دلوقتي فيه الموجة اللي احنا فيه موجات شغالة. احنا وصلنا للموجة 13 دلوقتي، ودي بدأت 25/7/2019، وهذه الموجة يعني احنا بنقول لك شوف التاريخ بقى من 25/7/2019 حتى الان تم ازالة اكثر من 1300 مخالفة. فما فيش حاله مماثله لابراج اللي حضرتك اشرت اليها دي دلوقتي. لان احنا رصدين ومتابعين ادارات النيل المنتشره في في على 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 16 محافظه النيليه، وهي 11 اداره عامه وثلاث ادارات مركزيه، ترصد ليل نهار كل المخالفات وتتخذ الاجراءات القانونيه السريعه وتزيل المخالفه في مهدها. فهذه الناطحات اللي حضرتك شفتها ديت غير موجوده بالفعل دلوقتي، يعني تم ازالتها بالفعل. احنا الحديث منها ما فيش. المخالفات اللي مثل من هذا النوع اللي من هذا النوع مش موجوده، لان احنا في المهد منزيل. احنا دلوقتي مجرد ما بنلاقي تشوينات بنقول فيه شروع في البناء، وبالتالي بنبدا ناخد اجراءات. الاهمال في السابق كان يعني بيصير مخالفه، اما باشمهندس عبد السلام بيبقى في بدايه ملاحظه ان يكون في تشوينات خرسانات بيتم اتخاذ اجراءات على طول. في شروع في بناء بيتم اتخاذ اجراءات فوريه مباشره. واحنا عندنا يعني في ادارات حمايه النيل لا تألو جهدا في رصد هذه، وعندنا الجاهزيه من المعدات ان احنا نزيل اي شيء موجود على ضفاف هذا النيل. ويعني وانا شايف ان هذه الفتره من عمر الوطن التنسيقات على اعلى مستوى مع كافه الاجهزه، يعني أجهزة الداخلية ممثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية والأمن العام، ده إحنا في تنسيق عالي جدا 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 وتواصل لوقت أي مخالفة. يعني من هذا المنبر برضو أنا نوجه شكر لكل رجال وزارة الداخلية على هذا الجهد اللي متواصلين معنا بيه، واللي هم يعني سهرانين معنا ليل نهار. إحنا كنا لسه في ما فيش 4 أيام زلنا يعني عائمة نيلية كانت موجودة في نهر النيل في منطقة الجيزة. هذه العائمة كانت كبيرة جدا، وكان يقال أنها لن تزال، وكان يقال أنها يعني محصنة، ولكن إحنا بفضل الله الحمد لله كل القيادات مجرد ما توصلوا معلومة أن هذه مخالفة
يعطي تعليماته بإزالة فورية، يعطي تعليماته استمر في تطبيق القانون. وتم بالفعل إزالة العائمة، وهذه العائمة خدنا وقت لإزالتها من 10 صباحا حتى فجر اليوم الثاني لإصرارنا على تطبيق القانون. هي تروح فين بقى بعد كده يا باشمهندس عبد السلام؟ يعني هي إزالتها وهي عائمة، يعني المفروض إن مكانها هيبقى في المية في النيل. تمام تمام. إحنا العائمة ديت كل عائمة مثبتة على مرسى معين، تمام كده؟ العائمة كانت مخالفة لهذه الاشتراطات، وبالتالي الوزارة تنبهت، وعندنا مجموعة مراسي كل عائمة بتسحب ويتم التحفظ عليها في مرسى من مراسي الوزارة لحين دفع كل المستحقات المقررة عليها. هذه العائمة كانت عليها مستحقات أكثر من 3 مليون جنيه مستحقات للدولة وغيرها الكثير، واحنا عازمين على تطبيق القانون وتحصيل كل مستحقات الدولة. في حال دفع المستحقات دي هيبقى الوضع ايه بقى؟ في حال دفع المستحقات لابد ان هو يقنن وضعه. يقنن وضعه ازاي؟ ايوه، ان هو يتعاقد او يشوف مرسى مرخص يرسو عليه، خلاف ذلك هيصبح داخل المسطح المائي ومخالف، ويتم تحصيل المخالفة طبقا للخارج الوزاري. هو نقل المكان اللي هو عايز يقف فيه لأن ده هيبقى فيه إقبال كتير لرواد العائمة دي. قبل ما بيطلع من عندي بيدفع مستحقاته، قبل ما يطلع من عندي بيقول لي أن أنا هنرسو على المكان على على على, 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 على المرسى الفلاني. هذا المرسى بنتأكد من إدارة التراخيص الموجودة أن هذا المرسى مرخص، وهناك تعاقد بين صاحب العائمة وهذا المرسى، أو صاحب العائمة هو صاحب المرسى. لابد من إجراءات. إحنا دلوقتي في إجراءات صارمة، لا تراجع لا استسلام. إحنا يعني اليوم كان فيه إزالة كبيرة جدا، وتم إزالة عائمة برضو من زي أكبر العائمات اللي اتكلمت عليها ديت. وهذه العائمة كانت مخالفة في الماضي وتم التحفظ عليها من 70 يوم فاتهم، وبعد ما طلعت من المية خلف التاني فرجعنا رجعناها مكان على مرسى من مراسي الوزارة، ولابد يدفع مستحقات الدولة. ومعها خدنا 23 لانش من اللانشات الموجودة برضو كانت بترسو بالمخالفة. في حال ان هو ما دفعش خلاص الوزارة بتتحفظ على العائمة دي خلاص بقيمتها اي ما يكون قيمة. يفضل متحفظ عليه ويقف هذا النشاط. تمام. حتى يتم تطبيق القانون. هنا في اشكال مختلفه للتعدي بقى باشمهندس عبد السلام، يعني مش كل عمليات التعدي هي بشكل واحد، ومش كل ايضا كمان اجراءات التصدي او العقوبه هتكون كلها واحده. اكيد. تمام. اشكال التعدي بقى بتتنوع ما بين ايه بقى يا فندم؟ احنا التعديات على المجاري المائيه عموما، يعني واحنا النهارده بنتكلم على نهر النيل، بنقوله بقى من اشكال التعدي الردم في النيل. تلاقي ناس بتردم في النيل وبتتعدى على الايه، تخش داخل الحدود المياه. في مباني، والمباني دي منها السكني، منها العشش اللي احنا بنشوفها منتشره في القرى، منها الاكشاك، منها الحدائق، منها النوادي، منها الاسوار، اشكال من اشكال المباني المختلفه. في برضو انواع من انواع التعدي، التلوث. التلوث بتلوث هذا المجرى المائي، سواء بصرف صحي او صرف صناعي او مخلفات صلبه، وكلها دي حاجات غير معالجه وتؤثر قطعا على جوده وصلاحيه المياه، ولها مردود اقتصادي ان هذا التلوث يؤثر على الصحه العامه. وشوف الدوله بتتكلف وتصرف قد ايه على علاج مريض نتيجه هذا التلوث الحادث. فاحنا الحفاظ على النيل من التلوث له مردود اقتصادي غير عادي. صحيح. الناس مش حساه، ولكن هو مردود يعني يعمل وفره في الميزانيه. يبقى التلوث. في حاجه ثانيه، الاقفاص السمكيه، بيلجا بعض الصيادين عمل اقفاص سمكيه في المجاري المائي. ده شكل من اشكال التلوث، من شكل من اشكال التعدي المرفوض. في نوع اخر من التعدي ان الناس تعمل فتحات ري غير قانونيه غير شرعيه، ويروي بها ارض غير مقننه اساسا. يسحب من حصه الاراضي المقننه. في شكل من اشكال التعدي ان احنا الناس تخالف بزراعه الارز في غير الاماكن المصرح بها. ده شكل من اشكال التعدي. هناك اشكال كثيره للتعدي، واللي احنا بنقوله احنا بنرصدها واقفين لها بالمرصاد. ويتم حاليا دلوقتي دفع كل المستحقات عن اي حال تعدي. اجراءات العقوبه، ابسط انواع العقوبه ايه،
واقصاها ايه؟ يعني هي ممكن تصل لايه بقى باشمهندس عبد السلام؟ هو انت حضرتك دلوقتي يعني فتحت موضوع مهم جدا، لان احنا بنشتغل بالاجراء القانوني. احنا الري ليه في قانونين. نعم. في قانون رقم 12 لسنه 84 ده قانون الري والصرف، وقانون اللي هو بيحافظ على المجاري المائيه من التلوث اللي هو قانون سنه 82 قانون 48 لسنه 82 للحفاظ على المجاري المائيه من التلوث. هذه القوانين يعني العيب كان فيها بقى ان ضعف العقوبه، كانت عباره عن جنيهات، والعقوبه فيها لا تزيد عن كونها جنحه. احنا حاليا دلوقتي بصدد اصدار قانون ري موحد. هذا القانون الري الموحد هو معروض حاليا دلوقتي في مجلس النواب، وهو ان شاء الله هيصدر قريبا. من ضمن الحاجات اللي يعني الحاجه اللي تفرحك بقى ان شاء الله، يعني ان تم تخليص العقوبه. المواطن اللي هيلوث هذا المجر سواء بصرف صحي او صرف صناعي او ايا كان نوع الصرف، غرامته بتصل ل 200 الف جنيه اضافه الى الحبس مده لا تقل عن سنه. اتحولت من جنحه لجنايه وغلظت العقوبه. علاوه ان احنا ممنوع منعا باتا اقامه اي اقفاص سمكيه في هذا الماء العذب او تغذيه هذه الاقفاص المائيه من هذا الماء العذب. يعني ممكن بقى يروح على مكان بعد في الجزء المالح او حاجه ويغذي، برضه ممنوع. برضه حرم البناء في حرم النهر. فقانون النيل ولكن برضه فيه انفراجه، هذا القانون النيل الموحد، عشان برضه ما نتكلموش ان هذا القانون غلظ العقوبات. احنا دوله يعني بنحاول نواكب ونطور بحيث ان احنا دلوقتي يكون لنا مردود اقتصادي، يكون لنا يعني بحيث فيه انفراجه لناس لها ازمات هيتم تقنينها ويحصل فيها تصالح، لان المنطقه المقيده دي ان شاء الله هتقلص. لان المنطقه المقيده اللي كان فيها المخالفات واللي مخليه هذا الحجم الهائل من المخالفات كانت بتصل في بعض المحافظات بين جسر النيل والمجرى الماء عده كيلومترات. يعني في مناطق احنا في القانون الري الموحد قللنا هذه المسافه بحيث انها لن تزيد عن 80 متر من خط التهذيب، وبالتالي ان شاء الله هتكون فيه انفراجه غير عاديه للمواطن واملاكه الخاصه. احنا كنا في الاملاك الخاصه في السابق، لو يبعد عن النيل ان شاء الله يبعد عن النيل، طالما في هذه المنطقه المحصوره بين جسر النيل والمجرى وهي ارضه الخاصه لابد بترخيص من وزاره الري، وفي ضوابط معينه لابد يرخص فيها. نعم. اما في قانون النيل الموحد ان شاء الله في انفراج ان شاء الله باذن الله. احنا بانتظار القانون ده، وهو زي حضرتك ما قلت خلاص يعني هو اوشك بالفعل على الانتهاء، وهو معروض بالفعل على مجلس النواب تمام. إن شاء الله كلنا بانتظار هذا القانون المنظم لحياة مجرى النيل. أنا بعتبر أن نهر النيل ده يعني ده كائن حي، لأن هو مصدر الخير والنماء لجميع المصريين. نعم صحيح. مع كل أصحاب الأنشطة دول ما هم على النيل وهو مصدر رزقهم. ما في أصحاب أنشطة اللي هو النوادي اللي موجودة على النيل، المراسي الموجودة على النيل، الكازينوهات الموجودة على النيل. ولكن احنا طالبين منه ايه؟ احنا طالبين ان هو يمشي باجراءات شرعيه. نعم. اجراءات قانونيه. واحنا بنرفع القبعه لكل الناس اللي هي دايما مرخصه وبتجدد ترخيصها. نعم. اما الخارجين عن القانون بكل قوه سيتم التعامل معاهم، والناس سواسيه امام القانون. نعم. اي المحافظات اكثر تعديا على نهر النيل؟ يعني لو جينا صنفناها كده بقى يا فندم. هي اكثر المحافظات يعني تعديات على مجرى نهر النيل هي محافظة المنوفية، فيها أكثر من 13500 حالة تعدي. ولكن احنا دلوقتي احنا يعني ايه، يعني انا شايف ان احنا بنتكلم على القاهرة الكبرى بما فيها من أنشطة يعني ذات قيمة عالية جدا، وفيها رؤوس أموال كبيرة جدا، ومصدر دخل وإيراد غير عادي للدولة هناك. انما هي اكثر المحافظات تعديا على النيل هي محافظه المنوفيه. فيها زي ما قلت لسعادتك كده 13500 حاله تعدي. نعم. ايا من المتعديين اللي يقبل معاهم
عملية التقنين والمصالحة، ويبقى في هناك يعني زي ما يتقال كده رؤية أخرى، مش هيبقى بالعصا فقط، ولكن هناك زي ما بيتقال كده عصا وجزرة، يعني كيف أيا من حالات التعدي ممكن يكون هناك تعامل معها بنمط مختلف. احنا هننتظر بقى لغايه اصدار قانون النيل الايه الموحد. نعم. ولكن احنا في الوقت الحالي بنطبق القانون الحالي. وكل مخالف امامنا في هذا القانون الحالي احنا مش هنسيبه. احنا مش هنسيبه، انما احنا بنقوله في انفراجه. في انفراج للاملاك الخاصه. نعم. الموجوده في المنطقه المقيده. ان شاء الله يعني. نعم. اصل دائما ما بيتردد باشمهندس ان هناك اباطره في التعدي على نهر النيل، وان اي قانون قصاد هذا النوع من المتعدي اللي هم بيتسموا اباطره او بيسموا حيتان او ان لا لهم دهاليز اخرى ممكن تكون قانونيه ولكن هي لفات، ده في حد ذاته هو محتاج برضو يعني ان هم هيستغلوا ثغرات في القانون، فبالتالي احنا بنقول عليهم اباطره لان القانون قصادهم بيقف عاجز. استاذ نادي، انا الاول دلوقتي معترض على كلمه اباطره دي. نعم. لان في الوقت الحالي وفي الحقبه الحاليه ومنذ تنشين الحمله القوميه لانقاذ نهر النيل ومنذ تكاتفنا لازاله اي تعديات، احنا ما عندناش حد اسمه اباطره. كل الناس سواسيه امام القانون. نعم. وستنفذ المخالفه مهما طالت المده. نعم. ستنفذ المخالفه. وهذا المفهوم وصل لكل من تعدى على النيل. وحاليا دلوقتي الناس يعني ناس كتيره جدا عرفت خلاص الدوله لا تراجع. عازمه. نعم. على الازاله. فخلاص احنا بالنسبه لنا احنا ما في المخالف قدامنا مخالف. نعم. كان في السابق هناك كان في تهاون، ما كانش في تطبيق للقانون، القانون كان موجود بس ما فيش تطبيق للقانون. فكان في تهاون وفي تراجع، انما انت حضرتك شايفه دلوقتي وملاحظه ان ما فيش استسلام، ما فيش تراجع، احنا عازمين على تطبيق القانون. عازمين ان نحصل على نيل نظيف خالي من التعديات. ولما اقول لحضرتك ان احنا الاسبوع الماضي والصحافه اتكلمت والدنيا كلها اتكلمت عن ازاله اكبر عائمه ديت، والناس كانت بتقول الكلمه اللي حضرتك ذكرتيها دي. لا القانون بيقف قصادها. لا ما فيش عجز، احنا طبقنا القانون. واحنا يعني ونقول لحضرتك احنا كوزاره الداخليه في وزاره الداخليه شرطه البيئه والمسطحات ووزاره السياحه والشرطه بتاعت وزاره السياحه فضلنا وصلنا النهار بالليل نفذنا الازاله فجرا، مع ان الازاله بدات صباحا، انما ما فيش تراجع، احنا نفذنا وهو حاليا بيحاول دلوقتي يقنن وضعه ويدفع المستحقات اللي عليه. نعم. يمكن حتى يعني زميلنا المخرج حتى بيكلمني دلوقتي ان هو قال لحضرتك قبل الهوا زميلنا استاذ ابراهيم علوان بيقول لحضرتك على منطقه الاخصاص، وهو شرح حتى لحضرتك الملابسات والامر وحجم التعدي قد ايه، ويمكن حضرتك بشرته يا فندم هتتخذ في عين الاعتبار. نعم. وسيتم اتخاذ اجراء فوري. احنا 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 معانا وزير وطني. هذا الوزير داعم غير عادي. نعم. وهو يعني وسباق لنصرة هذا القانون. وعندنا رئيس قطاع. نعم. برضو وطني مخلص. نعم. هذه الفترة بهذه الشخصيات الموجودة ديت احنا خدنا قوة واستمدينا عزم وعزيمة ان احنا دلوقتي ما فيش وساطة. يعني الفترة اللي انا موجود فيها حاليا ديت يعني حسيت ان خلاص ان عصر الوساطه انتهى. نعم. وبالتالي انا بقول لحضرتك خدت قرار سريع دلوقتي ان احنا سيتم اتخاذ اجراء فوري ورادع من الغد ان شاء الله باذن الله. يعني حضرتك بتتكلم عن سياره الوزير محمد عبد العاطي الحقيقه وزير الموارد المائيه والري، وحضرتك يعني وصفته واعتقد ان ده اقل وصف ليه ان هو وزير وطني. صحيح. احنا والله تعاملنا ويعني كان في حراك في التعامل بين يعني هذه القناه الحقيقه اللي احنا جميعا بنشرف بالعمل بها قناه مصر الزراعيه، اتعاملنا في اكثر من ملف مع الدكتور محمد عبد العاطي وقد ايه كان انسان متجاوب وهو في كل المناصب الحقيقه. تمام. احنا تمام. عهدنا العمل مع هذه الشخصيه وهو يتقلد كل المناصب الى ان اصبح وزير، فالحقيقه هذا عهدنا بهذا النموذج بيسعد سعاده من الشخصية بالغه العامله الحقيقه بيسعد. نعم. سعاده بالغه اما نزيل مخالفه بيسعد سعاده بالغه هذا الوزير اما نجيب مستحقات الدوله. نعم. احنا بفضل الله في العام الماضي 18-19 جبنا ايرادات من مقابل الانتفاع بهذا المسطح المائي اكثر من 150 مليون جنيه.
احنا خلال شهر 7 و8 الحالي ده جبنا للدوله 44 مليون في هذا في الجزئيه دي بس 44 مليون جنيه. سوابق الاعوام الاخرى الماضيه كانت لا تزيد ولا تتعدى 25 مليون 20 مليون 25 مليون في سنوات ما كانش فيها خالص، مفيش خالص. سبحان الله. احنا عازمين بقى ان احنا بص هنحصل كل المستحقات المتبقيه للدوله طالما احنا موجودين ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله. المتبقي من هذه الخطه، خطه انقاذ نهر النيل، يعني حضرتك بتقول ان من سنه 2015 الى الان، احنا دلوقتي 4 سنين تقريبا، او ممكن نكون 4 سنين وشويه. ولكن هناك متبقي، هو المتبقي ده هو يعني حاجه قليله على ما اعتقد، يعني نسبه قليله. يعني حضرتك شايف ممكن امتى بالفعل نقول هذا العنوان بتاع حلقتنا النهارده، الانتهاء من فوضى التعدي على النيل، ممكن احنا نعلنها بان احنا خلاص وصلنا لهذا الهدف، امتى بقى يا باشمهندس صالح السلام؟ طبعا هو في عدد اللي هو موجود، اللي انا قلت ما يجاوز ال 54,000 حاله تعدي موجوده على على نهر النيل. ولكن انا قلت في جزء كبير جدا منها هيتم التصالح فيه ويقنن بالقانون الري الموحد ان شاء الله. فيه جزء برضه موجود داخل الكتل السكنيه الاهله بالسكان برضه، يعني ان شاء الله يكون احنا املين ان يكون لها حل. بس انت يعني اشرت لنقطه جوهريه بقى ونقطه يعني جديره بالاعتبار، ان انت بتقولي بقى احنا عاوز امتى نوصل لصفر. نصل لصفر لو كل واحد فينا ادى دوره، لو شعر هذا المواطن باهميه هذا النيل. لو المواطن شعر بهذه الاهميه، لو هو حس وفهم فعلا ان هذا النيل له مردود اقتصادي عليه، هو هيمتنع تماما عن القاء هذه المخلفات. وبالتالي الدور الاعظم والاكبر ان كل واحد فينا يؤدي دوره. هذا المنبر الاعلامي، الصحافه بكل وجودها، اعمال التوعيه التي توعي هذا المواطن باهميه هذا النهر، والكلام اللي احنا كنا هنقوله في الاول واللي سبقونا اتكلموا عليه، يؤدي دورهم، الاعلام يؤدي دوره ويعظم. مين اتكلم عن النيل في السنوات السابقه؟ مين قيادات سياسيه تحدث عن هذا النيل العظيم وعمل له حمله قوميه؟ ما حصلتش. انما احنا دلوقتي في امل، في تفاؤل ان احنا المواطن ان شاء الله وصل لهذه المرحله. واحنا عندنا مواطنين شرفاء فعلا. شفنا اماكن هو زال التعدي بنفسه وصل يعني احنا في ناس بتخالف، انما في مواطنين شرفاء بدا يزيل التعدي لان حس بالاهميه لهذا النيل. احنا قلنا برضو الاعلام يؤدي دوره. المجتمع المدني بقى والجامعات الاهليه، لابد من انها لها دور غير عادي في انها يعني تتبنى هذه الحملات القوميه. في حملات دلوقتي انا شايفها في الميه بتنشر فكر بقى انها تزيل المخلفات بطلبه مدارس وبطلبه جامعات وبجمعيات، مش عاوز نذكر اسماء، يعني ان هي يعني ليه ده احساس ان هذا النيل هو مصدر الخير والنماء لهذا الوطن. فهذا النيل هيكون خالي تماما إن شاء الله. اذا كل واحد فينا ادى الدور المطلوب منه. ونبدا بالمكان اللي انا فيه دهوت، اللي هو الاعلام ان شاء الله، يعني ان هو والحلقه بتاعت حضرتك اللي احنا شرفت بحضورها دي. انا فخوره. الله يبارك لك. هي واحده من الحلقات برضو اللي هي يعني ايه اكيد هتسعى وهتجذب عدد من المشاهدين. هيبحث عن قيمه هذا النهر وهيحس بالقيمه الكبيره بتاعته، وان شاء الله لا يلوث بإذن إن شاء الله. بإذن الله. مجهودكم رائع، وأنتم بالفعل حققتم مكاسب ونجاحات كبيرة جدا في هذا المجال، ولم يتبقى إلا أن نذر القليل، وإن شاء الله سنصل لهذا الهدف الكبير قريبا بإذن الله. ضيفنا الكريم المهندس عبد السلام جابر، رئيس الإدارة المركزية لنيل القاهرة الكبرى، شكرا جزيلا لحضرتك، وبنشد على أيديكم مجهود طيب ورائع. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير، سنتحدث عن الدروس المستفادة من الحج، وهيكون ضيفنا هو فضيلة الشيخ صلاح عبد الصبور من علماء الأزهر وأيضا كبير مفتشي الأوقاف. انتظرونا ودقائق قليلة ورجعين لحضراتكم.